congratulate for the physical season despite of the games that are جماهير الاهلي بس الاهلي واخده على عدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي يا في مارك ريجاردينج ذا جولز وين كونسيد ده عدد كبير جدا جدا 29 29 جولز وين كونسيد ذا هول سيزون از ا فيري از ا هيوج نمبر اي ثينك وذ ذا نيو بلايرز ذا نيو سيزون وات يو ريفيجن فور ذا نيكست اند دو يو ثينك ذات يو بلايرز بروت فور يو بروت فور ذا تيم يو كان جيت سترينث تو ذا تيم اند يو كان ميك ذا ديفرنس فور ذا توب starting with a goal we concede, coach. I'm an open coach and I'm an honest coach. طب بس هو سؤال بس بيقول ان جميع النادي الاهلي سعيده بالموسم التاريخي. انا امين مع نفسي وانا ما بحبش لما يكون في مشكله ببص لنفسي كويس وبسال نفسي يا ترى في مشكله ولا لا. بقى واضح انا اشتغلت وزي ما حضرتك قلت حكايه ان دخل فيها 29 جون السنه دي دي في مشكله فعلا لكن بص الاهداف اللي دخلت فينا استقبلناها معظمها في الشوط الثاني اخر دقيقتين اخر ثلاث دقائق اخر دقيقه في المباراه اخر خمس دقائق 10 دقائق المباراه وسؤال بساله لنفسي انا ممكن حاجه تساعدني كمان بس يكمل ممكن بحاول let me finish I'll give you a chance هيكسب ويكمل وحقيقة when the team concede a lot of goals at the end لما فريق بيدخل فيه اهداف بيستقبل اهداف في اخر دقائق في المباراة في نهاية الماتش السؤال you lost concentration فقدت تركيزك لم فقدت تركيزها you tired مرهقين or you attack carelessly ولا بتهاجم بعشوائي يعني بدون اهتمام بالدفاع so my job is to go home now انا دوري مرجع بلدي the next 4 days الاربع ايام اللي جايين I will look هبص and I will be honest to myself وهبقى امين مع نفسي but don't forget the number of games and traveling 9 عدد الماتشات اللي لعبناها والسفر my players are tired لعبتي تعبانه طبعا Okay, coach, I ask you, do you need defenders, new defenders to... Look, football is a very, very funny game. I said it last time. لعبة طريفة كده كرة القدم. I said it last time, the score was 4-2, and somebody says you conceded two goals. I said, but I scored four. الماتش اللي فات كسبنا 4-2 فيقوم بس قالوه في المؤتمر الصحفي دخل فيه جونين فرد قال لهم بس جبت اربع اجوان احيانا ساعات تبقى 2-0 تبقى سبايه 2-0 وشكلها حلو ما دخلش فيك اجوان بس جبت جونين بس مش اربعه من كم يدخل فيك جونين You get lessons for why you conceded two goals. بتعلم بتطلع بدروس ليه دخل فيك أهداف. Then you can improve your defense. وكده ممكن تحسن دفاعك وتتشغل عليه. And when you scored four. لما تسجل أربعة أجوان. Then you say, but why can't I score five or six? ليه برضه هتسأل سؤال ليه ما جبش خمسة وستة؟ Do you know what I'm trying to say? هيك فاهم عايز أقول إيه؟ When you play against a team like Masri. بتلعب فرقة زي النادي المصري. Very very good team. فرقة كويسة جدا جدا طبعا. And you put four goals against them. وتسجل أربعة أهداف ضدهم. You say to yourself. هتقول لا بتسال نفسك what kind of a team do I have so I think انا فرقتي كويسه can go more and score five and ممكن فرقتي ممكن كويسه ممكن تروح وتزيد وتجيب خمس تجوان ست تجوان you can see two maybe this team can stay with zero behind بس برضه بنقول برضه يعني الفرقه بتاعتنا دي دخل فيها جونين ممكن نحافظ على الشباك لطيف ما تخش هناك روحنا كاس العالم we conceded two goals دخل فيها في كاس العالم كله جونين Okay. From Bayern Munich, a big team. It took Bayern Munich 77 minutes to score the second goal. قعدوا 77 دقيقة بايرن ميونخ عشان يعرفوا يسجلوا الجول الثاني. We went to Morocco. We went to Wydad. واحد المغرب لعبنا مع الوداد. We conceded one goal. دخل فينا جول. We scored five. وفي الماتشين جبنا خمسة. We scored four. مع الطاقة جبنا أربعة أجوان. Sundowns we scored three. Sundowns جبنا ثلاثة أجوان. دخل فينا جول جبنا ثلاثة في مجموعة الماتشين طبعا. So if you get achieves final three. كنا شيفز فاينل. جبنا ثلاثة جول وما دخلش فينا حاجة. طب مش عاجبني فرصة بس. We go to Kinshasa. We score 3-0. في كينشاسا جبنا ثلاثة أهداف. So what does it mean about this team? This team. ده معنى إيه الفرقة دي؟ Can keep zero. الفرقة دي ممكن تحافظ على شباك نظيفة. او تخش فيها جوان قليله but is it only against big teams بس ما قدام الفرق الكبيره بس so maybe
is the attitude, يمكن the mentality التفكير. Of not respecting Mahala. الناس ساعات يعني Mahala, you don't respect يعني بقول يعني ما أسوان, you don't مش بس حكاية ما تحترمش محل أو أسوان فرقة صغيرة أو الجونة but you respect Bayern. تحترم الفرقة كبيرة زي Bayern. You respect تراجي. الترجي هو دي يقصد مش احترام يقصد يعني دي اهتمام يعني. You respect Sun Downs, فرقة كبيرة بايرن ميونخ بايرن الوداد. So probably it's big question marks. دي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي ليكوا وليا نفكر فيها. And I'm only 11 months. هو بقالي 11 شهر بس في مصر. But believe me, I think we can do better than this year. صدقني ممكن نأدي أفضل السنة الجاية عن السنة دي إن شاء الله. I promise that.